أجمع علماء التوحيد على أنه لم يؤلف في الإسلام في موضوعه مثله، فهو كتاب فريد في بابه، لأن المؤلف رحمه الله سلك في هذا الكتاب بيان مسائل التوحيد الذي هو توحيد العبادة، توحيد الألوهية، وما يضاد ذلك إما ما يضاد أصله من النواقض أو ما يضاد كماله من النواقص أو ما يضاد كماله المستحب. وعلى هذا النحو والتفصيل الذي ساقه المصنف رحمه الله وسلكه في تحقيق التوحيد في هذا الكتاب في مسائره وأبوابه لم يوجد في الكتب من سلك طريقته في تحقيق مسائل التوحيد. ولهذا طالب العلم لا يستغني عنه البتة في نفسه من جهة معرفته لحقيقة التوحيد، وكذلك في دعوته إلى الله وفي تعليمه، لأنه مشتمل على الآية والأحاديث. ثانياً، ما يتعلق بثناء العلماء على هذا الكتاب، قال عنه حفيده الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد، وهو أول من شرح هذا الكتاب في كتابه تيسير العزيز الحميد، قال: هو كتاب فرد في معناه، لم يسبقه إليه سابق ولا لحقه فيه لاحق. وقال عنه ابن بشر: ما وضع المصنفون في فنه أحسن منه، فإنه أحسن فيه وأجاد وبلغ الغاية والمراد. وقال أيضا في بيان أهمية هذا الكتاب شيخنا سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: هو كتاب لا نعلم أنه سبق أن ألف مثله في معناه على صغر حجمه وكثرة فائدته، فينبغي حفظه وتأمل ما فيه من الآيات والأحاديث لما فيها من العلم النافع والهدي المستقيم.